فتحت إذن البوابات اندفاع موفقة مشاهدينا الكرام لأفراس الانتاج عمر الأربع سنوات فأكثر التي لم تكسب متنافسة في هذا الشوط على مسافة 1800 متر مسافة الناين فورنجل. التقدم يأتي مبكرا وسريعا في هذه الصورة. هنا نور الترف وأيضا هناك أتابع التقدم الذي يأتي من نور الترف في هذه الصورة وأيضا التقدم الذي يأتي من مسرجة في المركز الثاني من المسار الخارجي في ظل هذه المتابعة من سارتي في المركز الثالث. وهناك أيضا من المسار الداخلي تثور ابنة سواف. ونعود للمسار الخارجي هناك أيضا وتابع تظفر مع عبد العزيز اللي يعيش في المركز الرابع في هذه الأثناء. متابعين الكرام فيما التقدم في هذه الصورة مع مسرجة من المسار الخارجي مع كاميلو أسوبينا بشعار اسطبل المنقوش. وأيضا هنا نور الترف ابنة سيان تاندان تتقدم للمركز الثاني. وهناك أيضا الحضور القادم من المسار الخارجي متابعين الكرام لمعتصمة وبقية الأسماء المتنافسة في هذا الشوط. الاقتراب من علامة الأربعمائة متر الأخيرة اللحظات الحاسمة والأكثر حسما في هذا الشوط. هل تواصل مسرجة الاندفاع أم تأتي إذا من المسار الخارجي متابعين معتصمة؟ وكذلك الحضور القادم من جازيو من المسار الخارجي يدفع بها أليكسس موري للمركز الأول يدفع بها بكل قوة ما شاء الله تبارك الله. وأيضا قادمة سارتي من المسار الداخلي فيما على ما يبدو إذا منافسة قوية تنهيها. هل تنهيها جازيو؟ تنهيها جازيو بطول كامل ما شاء الله تبارك الله بأكثر من طول تتجاوز خط النهاية وتسجل الانتصار الأول في سجلها السباقي جازيو ابنة ريد جاز والأم.